بعمل cinnamon rolls. عملت العجينة، حطيت الخميرة في اللبن الدافي، سبتهم شوية، بعدين زودت عليهم سكر والمارجرين أو الزبدة النباتي والملح والدقيق والبيض، وقعدت أضربه لغاية ما بقوا عجينة، بعدين سبتهم في التلاجة ساعة. دلوقتي بفردها لازم تكون رفيعة. انت عارفة انا بعمل العجينة كده صح؟ ها؟ هي بتعمليها ازاي؟ كده هي مش دورية؟ لا مش عارفة، عشان السينمون رولز يرولت كده، لو دورية في حتة تطلع أطول من حتة، فاهمة؟ فأنا هنرولت كريكتانجل. طب أنا هجرب معاها. لا استني لما أظبطها وبعدين ممكن تبقى تجرب. ممكن أجرب دلوقتي؟ ستريت صح؟ ياي جربتي؟ مش حلوة. لا الحياة تاني. أنا أتفرج أحلى. هنجيب الزبدة النباتي. نفاح. لا. معلقة وهنفردها على كل العجينة. معلقتي صفرا يا زكية. عايزة تستخدميها؟ لا حرام. زبدة على العجينة كلها. What's next؟ بولة عشان نحط فيها السكر والقرفة والبيكانز المطحونة والزبيب، خليتهم كده مع بعض. اوكي وهنحط بقى الفيلينج. هنجيب كده نبتدي نرول، بعدين نقطعها صح؟ We're gonna roll كده. اوكي بعدين نحط باتر صح؟ هنحط شوية زبدة من فوق وهنشيلها بالراحة بتاعها جوه هنا، هنحطها في الفرن 10 دقايق بس على درجة حرارة 200. اوكي اوكي بعدين عبالها تستوي هنعمل الايسنج، هنحط كل حاجة في خلاط، الزبدة النباتي والجبنة الكريمة أو كريمة الجبنة، كريمة الجبنة صح؟ والفانيليا، السكر البودرة. اوكي اسمه كريم تشيز ايسنج. هنروح نجيب السينمون رولز. السينمون رولز من الفرن. ياي ترا فلي نقطعها، أول ما نقطعهم كده هنسيبهم يبردوا وبعدين هنجيب الايسنج نحطه فوقيهم بفرشة ولا أي حاجة؟ بالمعلقة الصفراء. طيب